للمزيد حول استمرار الانتهاكات ضد الأهالي العزل في المقدادية وتهجيرهم القسري، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات الأستاذ عادل الخزاعي. أستاذ عادل، بداية مرحبا بك. الانتهاكات والمجازر في محافظة ديالى ليست جديدة، فبحسب رصد المنظمات الحقوقية الانتهاكات مستمرة منذ العام 2009. لماذا تستهدف ديالى؟ نعم، تحية طيبة لكم وللمتابعين الكرام. حقيقة ديالى موقع استراتيجي مهم جغرافيا، له حدود طويلة مع إيران، ولهذا منذ سنوات حقيقة تحاول أدرع إيران في العراق وتعمل بكل جهدها على تغيير ديمغرافي ضمن مخطط لإنشاء إيديولوجيا جديدة يفرضونها كواقع جديد على المحافظة. الانتهاكات والمجازر التي اختصوا بها ديالى حقيقة هي تنفيذ لهذا المخطط وتهجير أهلها والعمل على التطهير الطائفي في المدينة. المحافظة يعني شهدت 11 مجزرة خلفت ما يقرب من 450 ضحية وأكثر من 300 جريح. هذا الرقم يعني رقم كبير، عدد كبير من القتلى والجرحى تم إعدامهم ميدانيا بهذه الطريقة الوحشية. ما هو التوصيف القانوني لهذه الجرائم التي ترتكب في ديالى؟ المجازر في مدينة ديالى حقيقة لها امتداد إلى منذ عام 2003، أبرزها مجزرة جامع سارية في عام 2013 في مدينة بعقوبة، وأيضا في الهجوم على مسجد في منطقة مامويس في عام 2014 في ديالى. حقيقة تنتمي هذه الجرائم إلى مسمى التطهير الطائفي من قبل ميليشيات إيران في المحافظة، والانتقام من هذه المحافظة كونها خرجت الكثير من الوطنيين وضباط المهنيين والقيادات التي قارعت إيران في حرب 8 سنوات، وبالنتيجة هناك حقدا على المدينة وأهلها. وحقيقة سكان أهل هذه المدينة مستهدفون ضريبة مقاومتهم للاحتلال الأمريكي ومقارعتهم للاحتلال في السنوات السابقة. عمليات القتل الميداني تتم على يد الميليشيات، ولكن هذا القتل الميداني وإحراق البيوت والمساجد، والذي تصاحب يعني مع مرور سنوات منذ احتلال العراق وحتى الآن اعتقال الكثير، يعني هناك يعني بحسب مصادر رسمية تشير إلى 128,000 معتقل من أهالي المحافظة. أيضا هناك اختفاء أكثر من 27,000 مواطن من أهالي إديالى. كيف تنظر إلى موقف الحكومة؟ توصيفك للموقف القانوني بالنسبة للحكومة، ألا ترى فيه شبهة تواطؤ من قبل الحكومات المتعاقبة؟ نعم سيدي، هناك حقيقة تواطؤ واضح من قبل الحكومات المتعاقبة. الجرائم التي جرت في ديالى ومحافظات أخرى جرت بعضها على يد قوات تتبع الدولة بشكل مباشر أو عبر ميليشيات موالية للحكومة. نعم، إذا كان هذا التواطؤ يعني ثابت بشهادة الشهود أستاذ عادل، وكذلك توثيق المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، ترى ما هو السبيل لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات؟ حقيقة يجب على العراقيين الوطنيين الحريصين على الدم العراقي عدم تفويت الفرصة على المجرمين بالإفلات من العقاب. يجب توثيق الجرائم وتنظيم دعاوى في المحاكم الدولية والعمل على إيصال هذه الجرائم لمحاكم دولية مختصة، بحكم أن هذه الجرائم حقيقة مشمولة بقوانينها ولوائحها، وأيضا العمل على الضغط على الأمم المتحدة من خلال مطالبتها بالالتزام القانوني وتحمل مسؤولياتها وتغيير سياستها المتساهلة حقيقة مع الحكومة العراقية، وهو واجب الجميع في المرحلة الحالية والقادمة. نعم، من إسطنبول. عفوا، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ عادل من إسطنبول المتحدث باسم المرصد العراقي للحقوق والحريات السيد عادل الخزاعي، شكرا جزيلا لك.